قابل استقاله الحكومه. نحن في مجلس الوزراء نستعد الان للقاء بالدكتور عصام شرف خلال مغادرته، وسيغادر مكتبه بعد الان. يعني هو كل ما اعلن من جهه مجلس الوزراء ان الحكومه وضعت استقالتها وانها مستمره في امتيازات عملها حين تشكيل الحكومه الجديده. نحن الان في انتظار ان نلتقي مع الدكتور عصام شرف لنتاكد من خبر قبول الاستقاله، ولكن في كل الاحوال هذه الحكومه مستمره لحين تشكيل الحكومه الجديده. تشكيل الحكومه الجديده قد يستمر اسبوع او اكثر، وهو ما يعني ان هذه الحكومه من المحتمل تولى اجراء او ان تقوم بمهامها خلال فتره الانتخابات النيابيه المرحله الاولى. شكرا جزيلا لك الصحفي كمال ريان المتخصص في شؤون مجلس الوزراء.